شواجع الصدارة شواجع المقدمة متعب العايد على الجهنية ولكن وصلتنا وصلتنا شعار الله يا السعيدة السعيدة ونايف المسعود الجهنية واللحظات الأخيرة وبالإغنام على المركز الثاني حميد بن عايد الجهنية وليقدم الهدلة اللحظات الأخيرة السعيدة ولا الهدلة الهدلة ولا السعيدة حميد بن عايد اللحظات الحرجة ولكن ولكن الدرعية مطر بن محمد بالدحروي العامري لكن بالرصاص 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 هو المسيطر رصاص بسالم بالرصاص العامري سلام.